بينما الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة في إدانات وتحقيقات وصراعات حزبية انتخابية لم تهدأ منذ مرحلة الرئيس أوباما، تنزوي الصين في صمت وتأني في انتظار سقوط الفريسة، فالشرق ينتظر سقوط أمريكا، والصين تدعي أنها باتت شريكاً في قمة الهرم الاقتصادي. كل هذا وواشنطن ما زالت تؤكد علناً على الأقل أن وقت المواجهة المباشرة لم يحن بعد، وجدول الأعمال مكدس بقضايا أهم، ولعل أهمها هو العمل على دعم الجبهة الإقليمية المساندة للولايات المتحدة، حيث أكد الرئيس جو بايدن يوم الخميس الماضي خلال لقاء جمعه بحليفيه الفلبيني والياباني بالبيت الأبيض أن التزام الولايات المتحدة في الدفاع عن حلفائها في المحيط الهادئ صارم، وسط قلق أمريكي وعالمي متزايد بشأن التحركات الاستفزازية الصينية في المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي. كما أثار بايدن في مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني الأسبوع الماضي المخاوف بشأن عمليات بيجين في بحر الصين الجنوبي، فيما أعرب الصينيون عن غضبهم من الانتقادات بشأن تصرفاتهم وألقوا باللوم على الولايات المتحدة في تفاقم التوترات. لكن جبل الثلج أضخم وما خفي فهو أعظم، حيث تدور رحى الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة زعيمة العالم الرأسمالي والصين التي تحولت إلى مصنع العالم والمورد الأول لكل البضائع بكل الأثمنة وبوتيرة متزايدة، ما بات يقلق واشنطن التي أحست بكرسي الزعامة الاقتصادية يتململ، وكلما أرادت التفرغ للصين طفى مشكل على السطح دولياً أو محلياً لتؤجل المواجهة إلى حين، وينخرط الطرفان في الادعاء بأن الأمور على ما يرام، أو بلهجة قوية كتلك التي استعملتها وزيرة الخزانة الأمريكية خلال زيارتها الأخيرة للعاصمة بيجين. جيهان منصور من أمام البيت الأبيض، ميديا تي في، واشنطن.